أتمنى إذا أعجبك الفيديو الاشتراك بالقناة. كم تبلغ كمية الدم في جسم الإنسان؟ تعتمد كمية الدم في جسم الإنسان على عدة عوامل، أبرزها عمر الشخص وحجمه. ويشكل الدم حوالي 8% من وزن الجسم. ما يعني أن رجل بوزن 70 كيلوغرام وبطول 180 سنتيمتر تبلغ كمية الدم في جسمه حوالي 5 لترات، بينما تكون كمية الدم لدى النساء بنفس المواصفات أقل بنصف لتر، علما أن كمية الدم الفعلية تتعلق بطول الجسم ووزنه، ما يتيح إمكانية حسابها بشكل دقيق. فقدان لترين من الدم غالبا ما يكون قاتلا. الإصابة بالجروح تفقد الجسم الكثير من الدم، ولا يمكن تعويض كمية الدم المفقودة إذا زادت عن 40%، أي حوالي لترين، عندها يكون القلب غير قادر على تحريك الدورة الدموية، مما يتسبب بدوره بفشل الأعضاء ودخول المريض في حالة غيبوبة، وهنا يكون نقل الدم للمريض هو الطريق الوحيد لإنقاذه. لماذا يكون لون الدم أحمر؟ جميع الفقاريات إضافة إلى الطيور والأسماك والزواحف لون دمها أحمر، ويعود ذلك إلى مادة الهيموغلوبين الموجودة في الدم، وهي عبارة عن بروتين يحتوي على حديد ويقوم بربط الأكسجين في الدم وينقله عبر الجسم. وأخيرا أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال على إعجابكم، وأتمنى دعم القناة بالاشتراك لنستمر بتقديم الأفضل.